بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة في الفصل الثالث من مادة أو المحاضرة الثالثة من مادة تطبيقات برمجة تطبيقات الإنترنت. طبعا عرفنا قبل كده إن في حاجة اسمها الفرونت بيج اللي هو أو الفرونت إند اللي هي فيها برمجة للواجهة الرئيسية لصفحات الإنترنت، وعرفنا ان في حاجه اسمها الباك اند ودي بندرس فيها ازاي نكون قواعد بيانات. كمان عرفنا ان في حاجه اسمها الفول ستاك اللي هو الشخص اللي بيربط ما بين الواجهه الرئيسيه بتاع الموقع وقواعد البيانات. فطبعا احنا المفروض ان كل ماده من المواد اللي انتوا بتدرسوها بيأهلك ان انت في الاخر تكوني فول ستاك. فول ستاك يعني تقدري تعملي موقع كامل متكامل من جميع الجوانب. فهنكمل النهارده في اللغه بتاعه HTML، ولغه ال HTML هي اللغه الاولى اللي بنعمل بيها الهيكل الخارجي للموقع. بنعمل الهيكل زي الهيكل العظمي للانسان كده، فاحنا بنعمل الهيكل الخارجي للموقع وبنكسيه بلغه اسمها CSS. هنعرف اللغه بتاع CSS اللي هي بتعمل الكسوه بتاعه الموقع وبتعمل الالوان وبتعمل الحاجات اللي المفروض كل الناس بترغبها. هنعملها ان شاء الله باستخدام CSS. الفصل الثاني الفصل ده ان شاء الله او المحاضره دي ان شاء الله هنتعرف على ثلاث حاجات رئيسيه: الروابط والصور والقوائم. الروابط والصور والقوائم. طيب بالنسبه للروابط والصور، قبل ما ندخل في الروابط والصور والقوائم هنتعرف على حاجه اسمها الحروف الخاصه او المحارف الخاصه. ايه المحارف الخاصه او الرموز الخاصه دي؟ في بعض الاحيان اللغه بتاعت ال HTML لو انا كتبت لها اكبر من واقل من فممكن تفهم انها تاج، ممكن تفهم انها تاج لان انا بكتب التاج اللي هي محجوزه في لغه ال HTML باستخدام الرموز دي اللي هي اكبر من واقل من. فازاي هفرق ما بين الاكبر من والاقل من بتاعت التاج والاكبر من والاقل من اللي انا عايز اكتبها في قلب الصفحه؟ فلازم يبقى فيه رموز خاصه بتتكتب. الرموز الخاصة بتبدأ بعلامة الامبرسند دي اللي هي اند، علامة الاند دي. خلاص، فنشوف ازاي نعملها. هندخل على الفيجوال ستوديو كود، هنلاقي طبعا نفسنا على اخر حاجة، اخر صفحة كنا شغالين عليها، هيجيب اخر صفحة كنا شغالين عليها. اوكي، فانا كنت فاتح حاجة تانية، فانا هدور على open recent وكان في more، مفيش حاجة. نعمل ملف جديد، ملف جديد، ونكتب الملف جديد، نكتب نفس الصفحة، نفس الصيغة الرئيسية بتاعت مين؟ بتاعت ال HTML. هنكتب HTML ونقفل ال HTML، بس طبعا لازم نحفظه عشان يساعدنا في الكتابة. لازم نعمل فايل سيف، فهيطلب مننا اعمله سيف باسم ايه، فاقول له احفظه على الديسكتوب وحطه في نيو فولدر، سمي نيو فولدر ماي ويب سايت، وبعدين افتح الفولدر ده واكتب جواه اندكس اللي هي الصفحة الرئيسية. الصفحة الرئيسية دي لازم تكون HTML، لازم ادور على HTML و واحفظ بامتداد HTML واقول له سيف. ففعلا حفظ ده، بس في حاجه جميله جدا هنا كمان بيعملها لي الاستوديو، ان انا الفيجوال استوديو، ان انا بفتح الفولدر عشان يبقى فاتح كل الملفات اللي جوه الفولدر. فانا ممكن اعمل اوبن فولدر وادخل على الديسكتوب واقول له ماي ويب سايت واقول له سيلكت فولدر، يبقى فاتح الفولدر ده. هتبص تلاقي الفولدر جاي في كل الحاجه اللي فيه وما فيش غير ايه اندكس، بس هعمل عليها دبل كليك هيفتح لي على طول الاندكس ده. ممكن طبعا اشغل ده او دليل، يعني ممكن افتحه او اقفله باستخدام الضغط على الزر ده. المهم نكمل، عندنا الهيد وعندنا تايتل. التايتل هنكتب فيه مين بيج، مين بيج، هنكتب طبعا مين بيج، ونيجي في البادي ونكتب بادي، وبعدين نكتب اتش 1 اللي هي بتجيب هيدر كبير، ونكتب جواها ويلكم تو أسامة's page. اوكي، فاعمل فايل سيف
وبعد الفايل سيف اعمل كليك يمين على كليك يمين على التبويبه دي، وبعد كده اخد منها كوبي باث، ومن الكوبي باث اروح على الويب براوزر، ومن الويب براوزر هعمل كليك يمين بيست اند جو. ف بيست اند جو يبدو ان في حاجه غلط، لان المفروض مين بيج دي تبقى فوق هنا، فاكيد في حاجه غلط في الكود بتاعي. هراجع ايه الكود المفروض يعرض لي دي فقط، فهراجع هلاقي تايتل، كلمه تايتل مش مظبوطه، شايفين كلمه تايتل مش مظبوطه، هي المفروض تايتل كده تي اي تي ال اي، بعدين هنا تي اي تي ال اي، بعدين نعمل كنترول اس ونروح على الموقع نضغط انتر يجيب لنا الصفحه مظبوطه، وكاتب هنا مين بيج فوق هنا، يبقى كده مظبوط الصفحه بتاعتي. طيب لو انا عايز بقى اعمل ايه، اكتب معادله من المعادلات واقول مثلا ذا فولوينج، طبعا ايه ما ينفعش اعمل كده، لازم اعمل بي ار بي ار، واكتب واكتب ذا فولوينج ايكويشن is true، the following equation is true، واكتب بي ار واكتب ايه المعادله. مثلا هنكتب 10 اكبر من، لازم اعمل 10 زائد اكس اكبر من، اكبر من ما اعرفش اكتبها اكبر من، لانه كده هيتلخبط ما بين اكبر من دي وما بين اكبر من دي، هو هيعرف منين ان دي تاج او مش تاج، فلازم اشيل دي خالص، ما ينفعش اكتبها، واعمل امبرسند كده علامه الامبرسند، وبعدين اقول له LT less than، شوفها مكتوبة صح ولا لا. لا السيمي كولوم في الاخر، السيمي كولوم تبقى في الاخر، less than سيمي كولوم، اكبر من less than يعني اقل من، اقل من 20 زائد x. المفروض ان انا بعمل file save وبقول له والله جرب لنا النتيجة، بعمل enter بيقول لي the following equation is true و x زائد 10 اقل من، شايفه كلمه اقل من اتحولت فعلا ال t بقت ايه اقل من، ممكن greater than gt، gt تبقى اكبر من، file save وبعدين هناك enter، الاقل من هتتحول لاكبر من، اتجاهها هيبقى طب equal اللي هي يساوي، ممكن اجيب يساوي باستخدام او not equal، not equal اللي هي ne، هنقول له والله not equal ne ne. طبعا لو كتبت له هتبص تلاقي في حاجات كتيره جدا ممكن تقعدي تجربي فيها، اللي اولها امبرسند دي، اوكي ممكن تقعدي تجربي انت الحاجات دي وتشوفي كل واحده منهم معناها ايه. وبعد كده اعمل له كنترول اس من لوحه المفاتيح، بعدين اروح على الويب براوزر اضغط انتر يطلع لي not equal 20 plus x، اوكي كده عرفنا ازاي نستخدم المحارف او الرموز الخاصه، المحارف او الرموز الخاصه. في علامه كمان من اهم العلامات اللي هي كوبي رايت، اللي هي علامه الكوبي رايت، ممكن نكتبها كمان ونجرب امبرسند كوبي كوبي رايت، او مثلا نكتب ايه هنا بي ار، بي ار دي بتنقل على سطر جديد، فممكن نكتب ايه مايكروسوفت مايكروسوفت، وبعدين كوبي رايت اعملها كده امبرسن بعدين كلمه كوبي بعدين سيمي كولوم، وبعدين اشوف الناتج كنترول اس من لوحه المفاتيح، بعدين اروح على الويب براوزر اضغط انتر يطلع لي مايكروسوفت كوبي رايت اللي هي السي معناها كوبي رايت، اوكي ده طبعا ايه، ده طبعا ملخص لموضوع المحارف والرموز الخاصه. نرجع للهايبر لينك، ايه الهايبر لينك ده؟ احنا قلنا الهايبر لينك هو لما بروح عليه بقف عليه بيتغير المؤشر لشكل ايد زي ما انتم شايفين في الصوره كده، فده اللي بينقل لي ما بين الصفحات المختلفه. مثلا لو عايز اعمل صفحه، الصفحه دي اسمها ايه؟ اسمها هعمل صفحه جديده. بصوا بقى ميزه هنا ان انت لو عملت صفحه جديده هنا على طول بتظهر فين؟ هنا على طول بتظهر في الفولدر ده، الفولدر بتاع المشروع بتاعنا اللي احنا عاملينه من شويه اللي هو ماي ويب سايت ده، اللي هو ده اهو الفولدر ده. ماي ويب سايت ده جواه ملف واحد اسمه اندكس. لو انا رحت من الفيجوال ستوديو قلت له هنا نيو، وبعدين سميت الملف الجديد كونتاكت اس دوت اتش تي ام ال، وبعدين انتر من لوحه المفاتيح، هيفتح لي كونتاكت اس دوت اتش تي ام ال،
هاخد الهيكل الرئيسي اللي هنا كنترول سي من لوحه المفاتيح، وبعدين اروح كونتاكت اس، وبعدين اكتب كنترول في، وبعدين اكتب بقى الحاجه الخاصه بي. ممكن اكتب مثلا هنا this، اكتب هنا مثلا my email is mohandos وبعدين yahoo.com وبعدين كنترول زد، بعدين انتر، بعدين my phone number، number is 0123456789. اوكي بعدين ايه تاني؟ my address. يا لو سمحتم ما فيش صوت. my address اللي هو ينبع البهر. اوكي دي الكونتاكت اس، وبعدين هنا اشيل دي واكتب كونتاكت اس بيج، كونتاكت مي بيج، او كونتاكت مي. اوكي كونتاكت مي، بعدين اضغط كنترول اس، بعدين اروح على الفولدر اللي على الديسكتوب هلاقيه عمل ايه؟ عمل ملف جديد اسمه كونتاكت اس. بس انا عايز انادي الكونتاكت اس ده، عايز اناديه من الاندكس، اقول له هنا تحت اتش 1 ممكن اقول له ايه؟ هنا اقول له اتش مثلا 3 go to contact us page click here. ماشي اخد كليك هير دي واحطها ما بين اللي هو الترميز اللي اسمه A، خلاص، وبعدين اقفل الترميز اللي اسمه A واحط فيه حاجه اسمها الاتشرف. اتشرف بيساوي contact us.html. بقول له الاتشرف يعني المسار بتاع الملف هو contact us.html، خلاص، وبعدين كليك هير يعني ايه؟ بتضغط هنا يروح على الملف ده. اشوف الموضوع ده هل فعلا هيشتغل ولا محتاجين نراجعه. كنترول اس من لوحه المفاتيح، بعدين اروح على الصفحه الرئيسيه بتاعتي واضغط انتر، يقول لي جو تو كونتاكت اس بيج، اضغط هنا كليك هير يعني اضغط هنا يروح على الايه؟ الصفحه بتاعت كونتاكت اس. طبعا الصفحه اللي فيها كونتاكت اس نسينا نعمل حاجه مهمه جدا اللي هي البي ار. هنا في كل واحده لازم نعمل بي ار، بي ار بينقل لي على السطر اللي بعد. بي ار هو ما بيفهمش غير اللي انت بتكتبيه، فلازم تعملي له تقولوا لي والله انقل السطر اللي بعده باستخدام البي ار، لانه كاتب رقم التليفون ورقم الهاتف والايميل كل حاجه جنب بعضها. فبقول له برجع للصفحه الرئيسيه من هنا وبعدين اقول له انتر وبعدين اضغط كليك هير، يجيب لي ايه؟ يجيب لي المعلومات مظبوطه، خلاص يجيب لي المعلومات مظبوطه. كده عرفنا ازاي نعمل رابط بسيط، كده عرفنا ازاي نعمل رابط بسيط. انا دلوقتي لو عايز اعمل رابط لاي حاجه اتس اوكي، يو كان دو اني كونتاكت، يعني ممكن تعملي اي كونتاكت انت عايزه تعمليه. جو تو جوجل ويب سايت، جوجل ويب سايت برضو كليك هير، اعمل ايه وبعدين اكتب كليك هير او اكتب جوجل، خلاص، وفي الاي دي اكتب بقى اتشرف بيساوي، بعدين اكتب https، بعدين اعمل العلامتين دول او دول، بعدين ثواني كده اشوف هي اليمين ولا الشمال، اعتقد هنا اوكي http العلامتين مايلين ناحيه اليمين، مايلين زي كده، بعدين جوجل دوت www.google.com. لازم اكتب الايه؟ الملف كامل، لازم اكتب ال https، لازم اكتب البروتوكول كده. لو كتبت www.google.com بس مش هتشتغل معايا، لازم اكتبها ايه؟ كامله كده. طبعا احنا ما عندناش انترنت، بس ايه انا بقول لكم ازاي تعملوا الفكره الرئيسيه بتاعت
الموضوع. طيب هروح هنا اعمل باك وبعدين اضغط انتر من لوحه المفاتيح اوكي، وبعدين اضغط جو تو ويب سايت جوجل ويب سايت، اضغط جوجل. طبعا المفروض ان هو يفتح موقع جوجل لو في انترنت عادي يفتح ما فيش مشكله. فكده عرفنا. كمان لو عايزين نعمل رابط للموقع على موقع تاني بنعمل باستخدام الاتشرف دي. طيب ده بالنسبه لي طبعا الاي، ودي بيسموها الانكر. انكر اي يعني انكر اللي هو رابط، يعني كان في انكر اللي هو الانكر بتاع السفينه، بيبقى فيه هلب كده بيسموه. لو في سفينه وبعدين عايزين يثبتوا السفينه في مكان، فبيرمي الهلب ده بتاع السفينه عشان يثبتها في المرسى بتاع السفينه، فبيسموه انكر. الانكر ده اختصاره حرف الاي، وبنكتب فيه الموقع اللي احنا عايزين نوصل له اللي باستخدام الهايبر ريفرنس. هايبر ريفرنس نختصرها باتش ريف اوكي. فده ايه المثال، وخدنا مثال على كده اتش ريف. لو انتم ملاحظين هو كاتب الموقع بالكامل http://www.microsoft.com، وكاتب ما بين القوسين كلمه مايكروسوفت، وبعدين هنا كاتب جوجل برضو كاتب ما بين مايكروسوفت او جوجل، وبعدين MSN، وبعدين التارجت بلانك. هنشوف بقى موضوع التارجت بلانك دي والتارجت سيلف دي هنشوفها دلوقتي. طيب انا دلوقتي في كل الاحوال عندي في هنا، نرجع لموضوعنا ثواني اهو، ده الموقع الرئيسي بتاعنا. هنروح كده نعدل الويب سايت شويه ونقول له والله احنا محتاجين بي ار هنا عشان ينقلنا على صفحه على سطر جديد، كنترول اس، وبعدين نروح هنا ونتاكد انه نقلنا على سطر جديد. اتس اوكي كده تمام مفيش مشكله. طيب انا دلوقتي عايز افتح الصفحه بتاعه كونتاكت اس دي، عايز افتحها في تبويب جديد. يعني عايز افتحها ازاي؟ ما تفتحش في نفس الصفحه دي، تفتح في حاجه اسمها بلانك ويب بلانك بلانك تاب، اللي هي تبويبه جديده من هنا كان عملت كده يعني. طب اعملها ازاي دي؟ اروح على الكود بتاعي واقول له والله التارجت بتاعي هيبقى بلانك، التارجت وبعدين انتر بيساوي اندرسكور بلانك كده زي ما هو مكتوب هنا في البلانك هنا اوكي. فكده يبقى احنا عرفنا ان ازاي نعمل ده. كنترول اس من لوحه المفاتيح، بعد كده اروح هنا اضغط انتر، بعد كده اقول له كليك يمين. بص كده المنظر ده، فتح تبويب جديد. لو ضغطت كمان مره هيفتح تبويب جديد، لو ضغطت كمان مره يفتح تبويب جديد، وهكذا. كل دول نفس التبويبات، وفي كل الاحوال لما نضغط على الرابط يفتح تبويب جديد. مره ثانيه اتاكد بس ان التسجيل شغال كويس، المايك شغال تمام اوكي. طيب قلنا كده ازاي نعمل الهايبر لينك او الروابط. عرفنا في روابط اسمها روابط نسبيه وفي روابط مطلقه. في روابط نسبيه وفي روابط مطلقه. يعني ايه روابط نسبيه ويعني ايه روابط مطلقه؟ اول حاجه لازم اعرف ان الروابط النسبيه هي الروابط اللي معتمده اعتماد كلي على ان الملف في نفس مسار الملف الاصلي. يعني انا بنادي على الملف كونتاكت اس من اندكس، بنادي على يعني من اندكس، بفتح اندكس وبعدين بنادي على كونتاكت اس. طب قدرنا ان كونتاكت اس ده هنا على الديسكتوب او في السي او في اي مكان، يبقى لازم اعمل المسار كامل بتاعه. يعني مثلا لو فرضنا ان كونتاكت اس ده هناخده كده ونقول له كنترول اكس ونحطه في قلب السي، هنحطه في مكان مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليه. هنحطه هنا كده، هنقول له كونتينيو عشان ينسخه، وبعدين هروح على الموقع اقول له والله كنترول اس من لوحه المفاتيح احفظ، وبعد كده اقول له انتر. بص كده لو ضغطت بقى على كونتاكت اس ايه اللي هيحصل؟ مش هيرضى يفتحه لانه ما لقوش على نفس المسار بتاعه. يبقى الحل ان انا احط الابسوليوت
باس. يعني ايه الابسوليوت باس؟ يعني احط الباس بتاعه بالكامل، احط هنا الباس بتاعه بالكامل، هنا اقول والله ده هو على السي على كونتاكت اس مباشره، كونتاكت اس دوت اتش تي ام ال. ده بيسموه الابسوليوت باث، يعني المسار الكامل، لان الملف مش في نفس الفولدر، يعني هو مش موجود هنا معايا في نفس الفولدر، موجود في فولدر تاني او في مكان اخر. فبضغط كنترول اس من لوحه المفاتيح، وبعد كده اروح هنا اقفل دي خالص، بعدين اقول له انتر، وبعدين اقول له كليك هير، هيبدا يجيبه لي على طول من على السي على كونتاكت اس دوت اتش تي ام ال. كده صح، يبدا يجيبه لي صح، مع ان هو مش موجود في نفس المسار او في نفس الفولدر او في نفس المجلد. اهو فاضي، المجلد فاضي، هو موجود على السي هنا، ولكن طبعا احنا كتبنا المسار كامل، فعشان كده راح نده عليه من مكانه، فهنرجعه زي مكان عشان نكمل شغلنا. كنترول في، وبعدين نرجع نعدل الكود تاني نخليه ابسوليوت، مش ابسوليوت بقى، ريلاتيف. ريلاتيف يعني نسبي، يعني نسبة الى المكان اللي احنا فيه. فده ايه محتاج؟ لو هو على نفس المسار اهو، يبقى خلاص اكتب اسمه على طول. لو هو في مكان تاني يبقى لازم اكتب المسار بتاعه بالكامل، سواء موجود هو على HTTPS او موجود على سيرفر، او موجود على، لو موجود على سيرفر او موجود على ال لو موجود على سيرفر او موجود على الكمبيوتر بتاعنا او موجود على البي سي. اوكي، فكده يبقى عرفنا ازاي هي الروابط المطلقه، وقلنا كمان ازاي نفتح صفحه باستخدام التارجت. والتارجت دي خليناها يا اما سيلف، يعني يفتح في نفس الصفحه، يا اما بلانك. احنا جربنا بلانك، ممكن نجرب سيلف كده، هنشيل البلانك دي ونكتب سيلف، وبعدين نضغط انتر كنترول اس، بعد كده نروح على الصفحه الرئيسيه نضغط انتر عشان نعمل ريفريش، وبعد كده نضغط كليك هير. فسيلف يعني يفتح في نفس الصفحه، يفتح في نفس الصفحه. سيلف كانك شلتيها، يعني كده زي كانك شايلها بالظبط، ده الديفولت، يعني الديفولت اللي هو سيلف. اوكي، فدلوقتي عرفنا ازاي نعمل هايبر لينك، وعرفنا اشكال الهايبر لينك بالظبط. طب لو انا عايز ابعت ايميل، لو عايز ابعت ايميل ممكن استخدم الهايبر لينك، عباره عن رابط من الروابط للبريد الالكتروني. عايز ابعت ايميل فاكتب ميل تو وبعدين كذا ات كذا. فنعملها ازاي دي؟ اقول ايه؟ اروح صفحه كونتاكت اس، وبعدين اكتب هنا، اقول مثلا ايه، سند مسج تو مي، بس سند مسج تو مي اكتبها ما بين دبل اي، حطها هنا ما بين دبل اي. بعدين في الاي هنا اقول له اتشرف، اتشرف بيساوي ميل تو، وبعدين اكتب كده مهندس أسامة at yahoo.com، ميل تو مهندس أسامة at yahoo.com. خدي بالك من الدبل دوت دول، خدي بالك من الدبل دوت دول. بعد كده كنترول اس، اروح على الصفحة الرئيسية بتاعتي، اضغط انتر، بعدين اضغط كليك هير، فيقول لي سند مسج تو مي، عملها كأنها هايبر لينك اهي، اضغط عليها هيجي فاتح لي اوتلوك عشان ابعت ايميل، عشان ابعت ايميل. ففاتح الاوتلوك عشان ابعت ايميل، فبقول له ايه، ممكن طبعا اد اكونت، طبعا انا مش عامل اعدادات للاوتلوك، فممكن اد اكونت جوجل، ودي خطوات بعد ما اعملها هيفتح على طول على الايميل، فيديني ان انا لازم اد اكونت الاول. بعد ما اد اكونت على طول هيفتح لي المرسل اليه، هو مهندس اسامه @yahoo.com، وبعدين يكتب الرساله على طول. اوكي، فدي ممكن نستخدم الرابط لارسال رسائل بالاوتلوك اكسبرس. اوكي، بالنسبه للصور، بالنسبه للصور، الصور جميله جدا، ان احنا ممكن نعمل، يعني بدايه ان احنا نعمل حاجه جميله كده في الويب سايت، نعمل حاجه جميله، وطبعا بتكون ليها رد فعل حلو لو قدرنا نعمل تصميم جيد للصفحه بتاعتنا. لو قدرنا نعمل تصميم جيد للصفحه بتاعتنا يبقى عندنا امكانيه ان يبقى فيه قبول على الموقع بتاعنا اكتر. بالنسبه للايمج، التاج بتاعتها اسمها IMG،
التاج بتاعتها اسمها IMG اختصار كلمة image. اوكي؟ وفي حاجة اسمها source، والsource او اختصارها SRC، المفروض مش HREF بقى، SRC بيجيب لي مسار الصورة بتاعتي، مسار الصورة بتاعتي. اوكي؟ فممكن نعمل هنا نحط بعض الصور، هجيب بعض الصور. الحقيقة ما عنديش صور كتير، لكن ممكن اجيب الصور بتاعتي انا وخلاص، يعني من هنا، وبعدين اخد صورة محمد وعبده وصورت انا، بعدين كنترول سي، بعدين اروح على الموقع بتاعي. فين الموقع بتاعي؟ هنا الموقع بتاعي هو على سطح المكتب، وبعدين افتح الموقع، بعدين هنا اعمل نيو فولدر واكتب في الفولدر ده ايميجز. خليكم مركزين معايا، ركزوا معايا، ايميجز، وبعدين احط الصور بتاعتي هنا. طبعا اسامي الصور معقده جدا، هسمي دي مثلا او اس اي او اسامه. خد بالك الامتداد جي بي جي، لازم تكتب الامتداد كمان هنا. معرفش دي بتاعت محمد ولا عبد الرحمن، كل ده بتفتح، دي بتاعت محمد ام او اتش، ودي بتاعت عبد الرحمن ابدو. اوكي؟ فدلوقتي ايه هنعمل؟ هنعمل ويب سايت اكتب فيه زي حاجه زي السيره الذاتيه بتاعتي كده، اكتب فيه زي السيره الذاتيه بتاعتي. اوكي؟ فخلي دي اتش مثلا 2 تبقى شكلها حلو شويه، وبعدين اكتب ويلكم تو اسامه بيج، والحاجات دي كلها شيلها. بي ار، وبعد كده اكتب هير از ماي ايمج، وبعدين بي ار، وبعدين اقول له ايه؟ اي ام جي. خلاص؟ بس الاي ام جي تاج ملهاش قفله، تاج ملهاش قفله، خدوا بالكم من دي. الاي ام جي تاج ملهاش قفله. اوكي. الاي ام جي ليها سورس اس ار سي بيساوي images. بص هو كده بيساعدني، بيقول لي في الويب سايت بتاعك في فولدر اسمه images، وبعدين هتضغطي دبل كليك على images او بكليك بالماوس على images، وبعدين هتاخدي osama.jpg. اوكي؟ here is my image، وبعدين يعرض الصوره. فهنقول له كنترول اس، وبعدين نروح على الويب سايت بتاعنا، نرجع تاني على الصفحه الرئيسيه، هيعرض الصوره بتاعتي. اوكي؟ هيعرض الصورة كاملة، بس الصورة هنا ايه؟ واخدة الحجم الطبيعي بتاعها، أنا عايز الحجم ده يبقى صغير شوية، ويدث بيساوي 50%، والهايت اللي هي دي اتش اي اي بيساوي 50%. هنا ويتس دي مش، لا مش قابلها ليه؟ ويتس لا مظبوط موجود. الويتس 50%، بس خلي الويتس ده 50%، دي لا خليها 100 بيكسل مثلا، بي اكس. هنجرب كده ونشوف. كنترول اس، بعدين نروح هنا ونعمل طبعا ايه؟ هو عامل 50% للعرض، مش عارف ليه عامل 50%، دي كلها مش 50%. هو عامل اسبيكت ريشيو، يبقى هنخليها مش 50%، الويدث ما نخلوش 50%، نخليه 100%، لان هو للاسف هو بياخد الاسبيكت ريشيو، بيحتفظ بالاسبيكت ريشيو. يعني ايه الاسبيكت ريشيو؟ نسبه الطول للعرض في الصوره، بيحتفظ بالاسبيكت ريشيو، فعشان كده واخد 50% من الويدث. ثواني، واخد 50% من العرض، بعدين هايت 100 بيكسل، فخلي دي 100% كده، نشوف. كنترول اس، وبعدين لا احنا ماشيين كده غلط، احنا نعملها بالبيكسل احسن. 100 بيكسل الويدث، 100 بيكسل يبقى الهايت 200 بيكسل. كنترول اس كده، ايه بقت معقوله.
يبقى دي الصفحه دي الصوره. باخد المقاسات بتاعه البكسل افضل عشان ابقى عارف المقاسات بالظبط. 100 بكسل في 200 بكسل يبقى عرض وارتفاع الصوره هو 200 بكسل، 100 بكسل في 200 في ارتفاع 200 بكسل. اوكي، فده ايه، ده ازاي احط صوره جوه الملف. ايه رايكم لو انا عايز اضغط على الصوره يطلعني لموقع تاني؟ ها، مين عارف؟ لو عايز اضغط على الصوره يطلعني لموقع تاني، طبعا سهل جدا، احط دي ده اهي جوه 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 وبعدين اقول href بيساوي www او http www.google.com، بعدين اكتب دي هي اللي هتبقى جوه الايه، هكتبها هنا عشان تبقى باينه، وبعدين هقفل الايه بعد دي، يعني هقفل الايه هنا. يبقى انا كان عملت ايه، كان عملت رابط عباره عن صوره، كان عملت رابط عباره عن صوره، الرابط بدل ما اكتب كلام حطيت صوره. فشوفي كده التاثير بتاعها هيبقى عامل ازاي. هروح على الصفحه وبعدين انتر، وبعدين اقف على الصوره مش جايب حاجه، اقف على الصوره مش جايب حاجه، يبقى في مشكله. https بعدين www.google.com google.com كنترول اس مش جايب حاجه ليه؟ غريبه دي. طيب، طب نشوف هو عاملها هنا ازاي. لو انا عايز اخلي صوره برابط ام السورس كذا والترنيتيف كذا، ام السورس كذا الترنيتيف كذا، ماشي. بعد كده الصوره اهي اي ام سي سورس، بعدين الت كذا اي اتش ريف بيساوي اي، مظبوط اهي. امال ايه المشكله بقى؟ غريبه دي. اي اتش ريف https، بعدين نقفل الايه هنا، وبعدين نقفل الايه في الاخر. شوفي هنا، بصي المشكله دي متكرره، فعشان كده هو بيقفلها فاضيه، يحطها فاضيه. فكنترول اس وبعدين اضغط انتر، بعدين اقف عليها يجي عامل لي ايه، يجي عامل لي ايد كده. لو ضغطت على الصوره هيجي فاتح لي الجوجل، طبعا لو في انترنت كان فاتح الجوجل. اوكي، بس عايز اعرفكم ازاي تقفي على الصوره. لو انت عايزه الصوره نفسها تبقى رابط، دي الطريقه اللي تخلي بيها الصوره عباره عن رابط. حط الصوره في قلب الرابط، فعلى طول هتتحول للرابط ده اللي بيضغط على، او لو ضغطت عليه يوصل للموقع ده. اوكي، فدي الطريقه اللي بنوصل بيها نخلي الصوره عباره عن رابط. في حاجه اسمها الالت. ايه الالت ده او الالترناتيف؟ الالترناتيف يعني ايه؟ لو الصوره فيها مشكله يظهر لي الالترناتيف ده. يعني مثلا لو جينا هنا ورحت قايل الالترناتيف بيساوي مثلا بالعربي كده الصوره غير موجوده، الصوره غير موجوده، وبعدين جيت على اسامه دي رحت كاتب اي كلمه غلط، يعني كتبت واي مثلا، بلاش انجليزي عربي، خليها اي حاجه معناها ان الكلمه دي غلط، يعني المسار مش مظبوط. فكنترول اس كده احفظ، وبعدين روح هناك واضغط انتر. بص كده مكتوب ايه، الصوره غير موجوده. الكلمه اللي مكتوبه هنا الترناتيف، يعني لو كتبت الكلمه دي معناها يظهر لي الصوره غير موجوده. طبعا يمكن انتوا بتشوفوا الكلام ده على المواقع المختلفه وما انتوش عارفين السبب بتاعه، وده جميل جدا ان انت تتعلمي ازاي تصممي صفحات انترنت، عشان لما تفتحي موقع بعد كده عارفه يعني ايه رابط، عارفه يعني ايه الصوره غير موجوده دي، عارفه ازاي نعمل روابط، نفتح في تبويب جديد، نعمل صوره، نحط صوره بطول وعرض معين، بعد كده هنعرف ازاي نرص صور جنب بعضها، بعد كده هنعرف ازاي نحط صوره كخلفيه لموقع. الكلام ده كله هنعمله ان شاء الله في الدروس القادمه. فنكمل مع بعض. فدلوقتي عرفت ازاي اعمل صوره بدلا من النص. لو قلت الت دي الترناتيف، يعني الترناتيف اكتب
طبعا اكتب نص بديل لو الصوره مش موجوده. طيب ندخل بقى على القوائم. لو دخلنا على القوائم هنا هننظف الدنيا شويه ونحط ده مظبوط، وبعدين نشوف كده الموقع بتاعنا شكله حلو ولا لا. كنترول اس، بعدين نيجي هنا نضغط كنترول انتر، وبعدين والله ممكن اعمل الاتي ازاي. انا ممكن اروح بقى ايه اعمل حاجه اسمها بابليكيشنز. ازاي اجيب السيره الذاتيه بتاعتي واجيب الحاجات اللي انا نشرتها فعلا واحطها في من هنا. هروح اجيب دروب بوكس، بعدين ماي اون، بعدين افتح السي في بتاعتي. السي في بتاعتي فيها دورات وفيها حاجات اشتغلتها، يعني اهم حاجه فيهم الحقيقه البابليكيشنز. لو انا اخدت الليسته دي كده وعملتها كده ناخد 6 بابليكيشنز، 6 ابحاث منشوره، ونعمل عليها كوبي، وبعدين نروح هنا ونحطهم بعد اتش 2 احطهم هنا كده. اقول له ليست، اكتب هنا بي 2 او خلاها اتش 3 اوكي، وبعدين اكتب ايه خليها اتش 1 خليها اتش 1 ماي بابليكيشنز ماي بابليكيشنز الابحاث المنشوره بتاعتي، وبعدين هعمل كده، وبعدين بي ار عشان يتنقل على سطر جديد، وبعدين اروح بقى ايه اجيب احط قائمه من القوائم. هنتعلم النهارده دلوقتي ان احنا نعمل قوائم او ليست، هنعمل قوائم او ليست اوكي، هنعمل قوائم او ليست. فاول حاجه هنعمل الان اوردرد ليست، الان اوردرد ليست اليو ال، واقفل اليو ال، وبعدين ليست ايتم ال اي، وبعدين افتح ده، وبعدين احط فيه، مش هنقل بقى كوبي بيست، هاخد واحده واحده احسن كده كوبي، وبعدين اجي هنا وبقول له بيست، فيجيب ايه ليست ايتم. بعدين طبعا هشيل الرقم ده، ما يهمنيش الرقم ده، وبعدين اعمل كمان ليست ايتم، وبعدين احط ايه احط البحث الثاني اهو، بعدين كنترول سي، وبعدين هنا كنترول في، بعدين اند، وبعدين انتر، هلاقي كاتب 2 دي مش عايزها، وبعدين اخد كمان اخر واحده يبقوا 3 كويسين معقولين يعني ال اي، وبعدين اكتب البحث الثالث هنا كنترول سي، وبعدين اروح احطه مع ليست ايتم، وبعدين انتر، واشيل رقم 3 دي، وبعدين كنترول اس كنترول اس كنترول اس عشان احفظ اللي انا عملته. يبقى ان اوردرد ليست دي بتعمل ايه؟ بتعمل لسته من او قائمه زي قائمه الطعام كده، اللي هي يقول لك المنيو اللي انت بتاخديها في المطعم بيبقى فيها الايتمز مرصوصه واحده فوق الثانيه كده. فاحنا بنعمل ايتمز زي كده بس من غير ارقام. يو ال يعني ان اوردرد ما فيهاش ارقام. في حاجه اسمها الاو ال، الاو ال اللي هي فيها ارقام. احنا هنشوف الاو ال واليو ال دلوقتي، هنشوف اليو ال الاول، وبعدين كنترول اس، وبعدين نروح على الموقع ونضغط انتر، هيجيب لي البابليكيشنز معموله ماي بابليكيشنز. طبعا احنا المفروض نصغر دي شويه، اتش 1 كبيره جدا، المفروض نخليها اتش 2 او اتش 3 حتى افضل، يعني اتش 3 كنترول اس، بعدين نروح ونضغط انتر، هيبقى شكلها ظريف جدا دلوقتي. يبقى ايه دي الصوره بتاعتي ويلكم تو ماي بيج، ودي الصوره، بعدين البابليكيشنز المختلفه بتاعتي، اول بابليكيشن، ثاني بابليكيشن، ثالث بابليكيشن اوكي. وبعدين لو انت عايزين تتصلوا بيا كذا كليك يمين كليك هير، ولو عايزين تدخلوا على مواقع مختلفه كليك هير. دي حاجات بسيطه، طبعا الموضوع اعقد من كده بكتير، احنا بنتعلم بس ان احنا نعمل
حاجات بسيطة. طيب لو انا عايز اشيل النقط دي واحط ارقام اعمل ايه؟ اشيل النقط دي واحط ارقام، اغير بس اليو ال اخليها او ال، او ال خلاص، وبعدين اوردرد ليست، يعني اوردرد يعني لسته مرتبه، وبعدين اروح هناك اضغط انتر هيجيب لي الليسته فيها ارقام 1 2 3. طب لو عايز ارجعها زي ما كانت هعمل كنترول زد كنترول زد يعملها يو ال، وبس انا عايز اليو ال دي ما تبقاش دوائر، عايزها تبقى مربعات. اعملها ازاي؟ هنا في حاجه مهمه جدا، صفه كده اسمها تايب. تايب في ثلاث انواع من التايب. التايب بيساوي سيركل اللي هي الديفولت، او ديسك، او سكوير. تعالوا نجربهم الثلاثه كده ونشوف كل واحده منهم تاثيرها عامل ازاي. هنقول تايب بيساوي سكوير، بعدين كنترول اس، بعد كده نروح على دي، بعد كده نعمل انتر، عمل شايفين اتغيرت من دوائر بقت سكوير، بقت مربعات. انا ممكن اخليها ديسك اللي هي اشيل دي واكتب كلمه ديسك واشوف كنترول اس، بعد كده اروح اضغط انتر هيعملها لي ديسك دي زي الدوائر. طب نشوف سيركل، نشوف سيركل كده، سيركل كنترول اس، بعدين نروح على الموقع تاني نضغط انتر، دوائر فعلا مختلفة. الدوائر هي اللي مختلفة، الديفولت هي الديسك، الدوائر بتبقى دوائر فاضية كده. اوكي، فدي الاشكال المختلفة للقوائم. تمام، نرجع تاني نبص تاني مع بعض. الصور خلصناها، بعد كده الليستة عملنا ليستة هي مكتوبة بالشكل ده، ودي المخرجات في الاو ال اللي هي الاوردر دي ليست. او ال هتبقى فيها 1 2 3 4 5، واليو ال هيبقى فيها نقاط بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده في حاجه اسمها القوائم المتداخله. يعني ايه قوائم متداخله؟ ممكن اخد ليست ايتم واعمله قائمه جديده. يعني ازاي؟ الليست ايتم نفسه يبقى قائمه جديده. فممكن اخد انا حاجه واقول له ليست ايتم، وجوه الليست ايتم اعمل ايه؟ ان اوردرد ليست يو ال، ان اوردرد ليست، وبعدين اقول له ايه؟ انا عامل سنه 2009 ده لازم ليست ايتم طبعا، ال اي ليست ايتم، وبعدين اقول له 2009 وعامل ابحاث ثانيه سنه 2019 مثلا، يعني 2019. اوكي، وبعدين اضغط انتر. خدوا بالكم ان الليست ايتم ده اليو ال دي جزء من اليو ال الكبيره، خدوا بالكم ان دي جزء من دي. اوكي، فكنترول اس، بعد كده هنروح نشوف التاثير بتاع دي، هنضغط انتر هيطلع لي والله لسته داخل الليسته. طبعا انا ممكن اغير دي اخليها اوردر دي ليست، يعني ممكن اعمل دي اوردر دي ليست، مش لازم يو ال، اخليها او ال، هنا او وهنا او، بعدين كنترول اس، وبعدين اعمل كده يبقى عامل ليست عاديه، وفي الاخر خالص كاتب لي 1 2009 و2 2019. اوكي، فدلوقتي وصلنا ل يعني تقريبا قربنا نخلص المحاضره. اخر حاجه خالص ممكن نتكلم فيها تايب بيساوي ايه وتايب بيساوي بي. اوكي، نجرب دي كمان اللي هي تايب بيساوي ايه. لو انا عملت تايب بيساوي ايه شوف التاثير هيبقى عامل ازاي. كنترول اس، بعد كده كنترول انتر، مفيش تاثير. كنترول انتر، مفيش تاثير. نرجع نخلي التايب ايه سمول، كنترول اس، وبعدين انتر، مفيش تأثير. ايه الحكاية؟ في حاجة غلط. يبقى انا المفروض ايه؟ ارجع للسلايدز كده، يمكن اسناد احدى القيم 1 او ايه او ايه سمول او اي او اي سمول الى الوصفة تايب لتحويل الترقيم الى ترقيم بارقام عربية. على الترتيب. اوكي، تايب بيساوي ايه؟ ايه المشكلة بقى؟
تايب بيساوي ايه؟ طب خليها اي تايب بيساوي اي كنترول اس مش عارف ليه مش شغاله الحقيقه غريبه دي حاجه غريبه خليها ايه خليها اي كابيتال هنحاول كنترول اس يمكن تشتغل معانا لو ما اشتغلتش هروح ادور كده على النت اشوف ايه المشكله لا مش قابل برضه في حاجه مكتوبه غلط في حاجه غلط اوكي خلينا دي نبقى فاكرين هنا هعمل انسيرت تكست بوكس لا تعمل بعدين اكبرها كده وبعدين اخليها باللون الاحمر عشان ابقى فاكر اوكي طيب القوائم ممكن تبقى قوائم عاديه خالص وفي انواع تانية بيسموها الدي ال او الدي دي اللي هي بنقدر نقول اللي هي زي ديكشنري كده ديكشنري ايتمز اوكي ففي دي تي وفي دي دي وفي دي ال اوكي ممكن اشوف الدي ال اهي والايتمز اللي فيها تبقى دي تي وفي ايتم سب ايتمز هتبقى هي الدي دي يبقى دي ال ليست وبعد كده دي تي وبعد كده السب بتاعتها اللي هي دي دي اوكي ممكن دي تجربوها في البيت بقى عشان الوقت كده يتاخر شويه اوكي او نجربها دلوقتي ايه رايكم نجرب ولا نمشي طيب جربوها في البيت طيب ده التمرين اللي المفروض هتعملوه تمرين بسيط هتعملوه واللي هتبقى هي المشرفه عليكم هتبعتوا الواجبات كالاتي هتبعت الواجبات كالاتي بص كده معايا هتبعت الواجبات كالاتي هفرض ان انا الواجب هو الصفحه دي اللي انا عملتها دي اللي هي كونتاكت قصدي خلاص اسمعي بقى عشان تعرفي هتبعتي الواجب لزميلتك ازاي هتفتحي هسجل لك كمان الموضوع ده هسجله عشان ايه هتفتحي ملف وورد هتفتحي ملف وورد وبعدين اول صفحه هتكتبي فيها الاجابه بتاعه الواجب ده بشكل يدوي هتكتبيها على ورقه خلاص هتكتبيه بشكل يدوي هتكتبيها على ورقه وبعدين تاخدي الورقه الصوره وتحطها هنا خلاص دي اول حاجه بس ده انا ما عنديش ورقه فعشان كده لا عندي تصدقوا انا عندي ورقه ممكن اجيب لكم انا ورقه هنا دلوقتي في حاجات انا منزلها من شويه مفيش اوكي هنفرض ان هي دي الورقه يعني ده الايه الحاجه اللي مكتوبه بخط الايد يلا مفيش مشكله دي حاجه مكتوبه بخط الايد ورقه مكتوبه بخط الايد هحط الورقه اللي مكتوبه بخط الايد هنا خلاص بعدين اضغط على صفحه جديده بعدين اجيب اللي مكتوب بالكمبيوتر اعمل برنت سكرين من لوحه المفاتيح هنعمل برنت سكرين من لوحه المفاتيح بعدين هنفتح البينت الرسام وبعدين نروح هنا وبعدين ناخد بس الجزء اللي فيه الكتابه ده وبعدين نحطه في الصفحه الثانيه كنترول سي من لوحه المفاتيح كنترول سي وبعدين كنترول في هيحط ايه ده يبقى ده الكتابه اللي بالورق مكتوبه تصوريها وبعدين تحطها هنا وبعدين النص اللي انت كاتباه على الكمبيوتر تحطيه هنا بعدين ان كنترول انتر بعدين اخر حاجه خالص هتفتحي بعد ما تفتحي الصفحه اللي هي دي المفروض دي انا خدت الصفحه اللي هي كونتاكت اس اللي هي دي التنفيذ بتاعها فين اهو التنفيذ بتاعها عامل برضو برنت سكرين واروح على برنامج الرسام وبعدين اخد الجزء ده بس اعمل له كوبي واعمل له كنترول سي وبعدين اروح على ده واعمل له كنترول في اوكي هو خد الصفحه كلها لا انا مش عايز الصفحه كلها انا عايز الجزء اللي هو ده بس اللي هو ده طيب يبقى كده خلاص يبقى انا كتبت كتابه على ايدي اهي وبعدين هروح اضغط هوم
اللي هو الزر اللي اسمه هوم، وبعدين اكتب في النص كده واجب واجب رقم واجب الفصل الثالث مادة تصميم الويب الطالبة من أول واحدة هيفاء سلطان الحربي، هيفاء سلطان الحربي، الرقم الجامعي اوكي كذا كذا، اي حاجه اي ارقام بقى خلاص. يبقى ايه بعدين تخلي دي شكلها ظريف كده زي ما انت عايزه بقى، لو عايزه تخليها شكلها ظريف اوكي، شكلها مش ظريف انا قابلها، اهم حاجه يكون الواجب صح خلاص. ممكن تكبري دي شويه، تكبريها كده تخلي شكلها ظريف شويه. يبقى انا معايا الورق مكتوبه بخط الايد، بعدين اللي مكتوبه على الكمبيوتر، وبعدين اللي موجوده المخرجات بتاعتها اوكي. في كل واجب هتعملي كده خلاص، وبعدين تبعتيه لزميلتك الاول اللي هتبقى مشرفه عليك، وهي وانا هتراسل معاها عشان اخد منها الواجبات مره واحده كل اسبوع خلاص. كده في اي سؤال اي استفسار؟